عبقرة العائلات الموسم الخامس ومباراة رائعة في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. عائلة فراج المعادي القاهرة 80، عائلة مرسي الهرم الجيزة 65. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. حسام وسلمى، سلمى وحسام. سلمى هتروح تسمع أغنية وتهدي أعصابك وترجعي لنا تاني. حسام تعالى مكاني. ازيك يا حسام؟ الحمد لله. مين اللي دربك؟ محمد. بس دربك شوية كويسين صح؟ محمد أصلا واخد الموضوع بجد. أنا مرحوم، أنا أصلا مش قادر. طب أنت صعبان عليا، أعمل إيه دلوقتي؟ مش قادر ليه بس؟ بص والله الأسئلة سهلة، بحلف لك يعني. محدش قال لك مفروض تجاوب على كل الأسئلة، أنا عايزك تجاوب بس على 4-5. أنا نفسي بواحد جدا. لا 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 عدا. تشجيع بقى، تشجيع حلو بقى. أيوة بص تعال تعال اتفرج، بتشجعك. مفيش حد ما يشجعك، تلاش. سلمى تمام؟ سلمى تمام. تحت الضغط كاونتر. على أي محيط تطل دولة البرتغال؟ محيط الأطلنطي. صح. في أي عضو تقع الغدة النخامية في جسم الإنسان؟ الجهاز التنفسي. غلط. فنانة راحلة قامت بدور فطوم في مسلسل الناس في كفر عسكر، فمن هي؟ ما هو لون النجوم على علم دولة أستراليا؟ أستراليا أخضر. غلط. في عهد أي حاكم لمصر تم إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866؟ إسماعيل. صح. كم عدد الأصفار في 90,000؟ 5. غلط. شاعر مصري راح المؤلف قصيدة الأطلال، فمن هو؟ الأطلال. بوس. في أي قارة تقع بحيرة ملكاش؟ أفريقيا. غلط. 2 من 8. تعالى مكان، مفيش مشكلة. أنت متوتر جدا مع إن في أسئلة سهلة. يعني بلكاش دي من الاسم. لا والتانية بتاعت الأربعة. بعدين بسمتك. معلش معلش يا سليم، عايزين سلمى تنضم لينا. صعب. أنا عارف. لا طبعا طبعا صعب جدا. أنا ما بتريقش لحد دلوقتي. سلمى عايز تعرف إيه اللي حصل ولا لا؟ لا مش عايز أعرف. مش عايز تعرف خالص؟ لا. طب أنا قلت 8 أسئلة من 10، لو ما عندكيش إجابة هتقولي إيه؟ باس. اتفقنا. تحت ضغط كاونتر. على أي محيط تطل دولة البرتغال؟ الأطلنطي. صح. في أي عضو تقع الغدة النخامية في جسم الإنسان؟ في المخ. صح. فنانة راحلة قامت بدور فطوم في مسلسل الناس في كفر عسكر، فمن هي؟ دلال عبد العزيز. صح. هو لون النجوم على علم دولة أستراليا؟ أبيض. صح. في عهد أي حاكم لمصر تم إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866؟ خديوي إسماعيل. صح. كم عدد الأصفار في 90,000؟ 4. صح. شاعر مصري راح المؤلف قصيدة الأطلال، فمن هو؟ حافظ إبراهيم. غلط. في أي قارة تقع بحيرة بلكاش؟ أفريقيا. غلط. في أي رياضة يحترف البطل المصري مصطفى عسل؟ كويس، برافو عليك. 6/9 متعلق، برافو عليك. هي جاوبت على أول 6 أسئلة. السؤال السابع، قصيدة الأطلال لإبراهيم ناجي. إبراهيم حافظ. إبراهيم ناجي دايما بطلع ده. السؤال الستة خدتها في ثانوية عامة طبعا. لو خدناها كلنا خدتها في ثانوية عامة. ستة بس. ستة للأسف. بحيرة بلكاش. بلكاش من الاسم كده. آسيا. 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 لا وأنتوا الاثنين قلتوا أفريقيا. السؤال التاسع، في أي رياضة يحترف البطل المصري مصطفى عسل؟ طبعا في ويش. رياضة الاسكواش. ونحيي كلنا الكابتن مصطفى عسل، لعيب محترم. كلنا نحيي سلمى وحسام، حسام وسلمى اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. حسام كنتوا كام؟ كنا 65. 65 واتنين صح؟ 75. بقيتوا 75. سلمى كنتوا كام؟ 80. 80 و6 إجابات صح؟ 30 نقطة. يبقى 30 نقطة و10 نقط هدية كمان من حسام. قلت له شكرا. شكرا يا حسام، شكرا. بقيتوا 120. 120 عائلة فراج،
75 عيلة مرسي. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. محمد وعلا، علا ومحمد. سؤال الأول، رياضة، في أي دولة أوروبية نشأت رياضة الرجبي؟ محمد، بريطانيا. بريطانيا الهدف الأول بالقرن 19. برافو عليك يا محمد، هدف بلا مقابل. السؤال الثاني، أستاذ حسن والدكتور شامل، الدكتور شامل والأستاذ حسن. السؤال الثاني أدب. بالأمس قد كانت حياتي، هي قصيدة لشاعر تونسي راحل، فمن هو؟ أستاذ حسن إجابتك. أبو القاسم الشابي. أستاذ حسن الهدف الثاني. هدفين بلا مقابل. يا شباب، مدام فريدة ومدام رنا، يا رنا فرصتك الوحيدة إنك تجاوبي على السؤال اللي جاي، أو مدام فريدة تخطفي الهدف الثالث و25 نقطة وترجعوا تاني في المباراة. السؤال الثالث، فنون، كان يا مكان هي أغنية المطربة سورية، فمن هي؟ رنا خطفت البازر. ميادة الحناوي. ميادة الحناوي. الهدف الأول. بص يا مدام فريدة. والله بص. ما أنا عارف. والله بص. بص يا مدام فريدة. السؤال اللي فات أستاذ حسن خطف الإجابة من دكتور شامل. السؤال اللي قبليه محمد خطف الإجابة من علا. هي كده. هي كده صح. ربنا يوفقهم في. هدفين مقابل هدف. حسام وسلمى، سلمى وحسام. السؤال الرابع، في أي دولة آسيوية يقع وادي زومبي؟ حسام. إيران. إيران للأسف الشديد إجابة خاطئة. سلمى، لو إجابتك صح تعادلتي. متوسط ارتفاعه 2900 متر. سلمى إجابتك. الصين. الهدف الثاني، الوادي يقع في سلسلة جبال الهيمالايا الشرقية. هدفين مقابل هدفين، هي مباراة صعبة جدا. هدف الذهبي ب 25 نقطة يعتمد على السرعة. الهدف الذهبي. معلومات عامة، بدأت لوجوس هوب أكبر مكتبة عائمة عام 1973 ميلادياً كسفينة شحن تابعة لإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ لوجوس هوب 1973؟ أيوة. محمد إجابتك؟ فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة، مش فرنسا. في إجابة؟ علا؟ من ألمانيا. ألمانيا الهدف الذهبي. لا لا لا، متسحره كويس. ركعتين الفجر بيفرقوا. مش علا اللي احنا نعرفها، ده حد تاني خالص. النتيجه اتغيرت، 145 عيله فراج، 75 عيله مرسي. عيله مرسي صعبتوا المهمه على نفسكم. الحمد لله. ولكن لسه في فرصه، محتاجين نركز قوي في الفقره الاخيره. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1000 جنيه بما يساوي 75,000 جنيه، ويبقى رصيد لحد دلوقتي 220,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. هذا البرنامج برعاية